تفرض الإدارة العامة لخفر السواحل هيبة القانون في المياه الإقليمية ضد أي شخص أو جهة تنتهك جون الكويت وتحاول العبث به من خلال الصيد الجائر أو إلقاء المخلفات فيه، حيث أن زوارق قطاع التشكيلات البحرية لا تتساهل مع المخالفين. وأيضا تشدد الإدارة العامة لخفر السواحل على التقيد بالضوابط والقوانين والأماكن المسموح بها للصيد والمخصصة للهواة فقط، وليس الصيد التجاري والذي يمنع في جون الكويت وفقا لقانون حماية البيئة. في جولة ميدانية بحرية تنقلنا فيها مع إدارة التشكيلات البحرية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل في جون الكويت وصولا لمنطقة الحيشان، والتي تعد منطقة ذات طبيعة خاصة، فهي أشبه ببورصة للأسماك بأنواعها، فالصيد فيها يمنع وفقا لقانون حماية البيئة. جون الكويت، أحب أنوه السادة المشاهدين وأخص بالذكر أخواننا الحداقة، منطقة جون الكويت تعتبر من المناطق ممنوع فيها الصيد إلا عن طريق استخراج تصريح من الهيئة العامة للبيئة، ويكون ذلك عن طريق التقديم إلكترونيا عبر منصة سهل عبر خدمات الهيئة العامة للبيئة، يطلع لك التصريح. وأحب أكد على ضرورة تواجد مقدم الطلب على متن الطراد أثناء فترة التصريح، والتصريح طبعا يكون مدته 24 ساعة. كذلك أخوي رائد، احنا لما نقول تصريح صيد في جون الكويت، الصيد هذا مقتصر على اللي هم الحداقة العاديين، اللي هو صيد الهواة وليس الصيد التجاري. بالنسبة للصيد التجاري أقصد فيه أخواننا الصيادين اللي يمارسون مهنة الصيد، أحب أكد وأوجه لهم رسالة من خلالكم أن يمنع من عنبات تواجد الصيادين بشباكهم وعدتهم في جون الكويت في منطقة الحيشان خصيصا أو الجون بشكل عام. هذا وتشدد الإدارة العامة لخفر السواحل على التقيد بالضوابط والقوانين والأماكن المسموح بها للصيد في جون الكويت بعد أخذ التصريح. نطاق يبلش من الأبراج امتدادا لرأس الصبية، طبعا الأبراج نسميه رأس عيوزة، كذلك رأس حمارة اللي هو رأس الصبية، بمحاذاة برغضي نزولا إلى شرق منطقة الحيشان. هذه المنطقة الزرقاء بالخريطة الموجودة في موقع الهيئة العامة للبيئة، عدا عن ذلك مسموح. مثل ما أنت عارف عندنا مينا الدوحة، كذلك مينا شويخ موجود في جون الكويت. مينا شويخ ومينا الدوحة يعتبرون من المواني الحيوية اللي فيها حركة ملاحية نشطة للغاية، لذلك يمنع وجود الطراريد في الممر الملاحي، لأن وجود الطراد في الممر الملاحي راح يعرقل الحركة الملاحية في الميناء بالكامل، لذلك وجودهم يعتبر مخالف. خفر السواحل تتابع وترصد بشكل دوري أي نشاط ضار بيئيا، حيث تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تنتهك جون الكويت وتحاول العبث به من خلال الصيد الجائر، فلا مجال في التساهل مع المخالفين وسط جهود كبرى تبذلها الإدارة العامة لخفر السواحل. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.